الآب رجائي والابن ملجئي والروح القدس وقائي أيها الثالوث القدوس المجد لك. سلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح يملأ قلوبنا كل فرح، وشفاعات والدة الإله الكلية القداسة والأبرار والقديسين تصحبنا لنحظى بثمار فصحية. آمين. ترحب كنيستنا ممثلة براعيها قدس الأب ديمتريوس السماوي وأبناء الرعية كافة بضيفها سعادة السيد الفاضل ميشيل نصار. نزلت أهلاً ووطئت سهلاً. أهلاً وسهلاً بكم أيها الحضور الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل الخير والمحبة. إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة، فخر البتولية مريم. إنني أندهل وأتحير من بهاء عذريتك وفائق لمعان طهارتك، وتتبعثر الكلمات من فمي أمام تواضعك، وأعجز عن تقديم الإكرام اللائق بك يا كلية القداسة. لذلك أردد مع الملاك جبرائيل قائلاً: افرحي يا من بها اتحدت السماء والأرض، افرحي يا من لملمت أولاد آدم من وادي الموت بعد رفضهم أمهم حواء الانصياع للمشيئة الإلهية، افرحي لأنك ولدت مخلصة نفوسنا. وفي رقادك ما من
لما طن صوت وطئ قدميك في الفردوس ارتعد آدم وحواء خوفا. أواه، لقد اقترب أوان حضورك يا رب، وما زال قلبي مقيدا بهذا العالم، وعمري ضاع بالتواني، فاعتقني يا رب واسترني بستر محبتك، والهب قلبي شوقا لرؤيتك، فتتهلل الروح بداخلي وتصعد نحو أورشليم العلوية بضمير نقي لأعاين المحفل الروح الذي يعد للختم. اجعلني يا رب أن أكون مستحقا للدخول إلى خدرك الإلهي، وأكون في عداد محبيك. Why are you?
الدنيا يا أحبائي هي أنا وأنت وكل إنسان آت إلى هذا العالم. لعازر هي أرواحنا التي تخبو في قبر أجسادنا وجشعنا وأنانيتنا، التي ترمينا في وادي الدموع وتضعنا في دوامة القلق والخوف والشك. بالرغم من ذلك جاء يسوع من أجلنا، ها هو ينادي لعازر هلم خارجا، إنه يناديني كي أقوم معه وأحيا به. إذ لم أسعى ماضيا للشركة معه أبقى سجينا لذاتي، يا رب أعن نفسي الضعيفة. Thank you.
آدم عندما انقاد إلى شهواته عصى الله فأميت بزلاته، ولكن الله الطويل الأنا والجزيل الرحمة لم يمقد جبلته التي صنعها ونفخ بها روحه القدوس، لذلك أعد لنا الخلاص وافتقدنا بوسائل وطرائق كثيرة نستذكر منها موسى العظيم الذي سبق فرسم لنا الفصح. لنحترس يا إخوتي لئلا تكن مسيرة الآلام الخلاصية مسيرة عواطف جياشة تصاحبنا لأيام قليلة ثم تعود لتختفي حالما نعود إلى العالم وننصهر به، بل لتكن فينا مسيرة حياة معاشة بإيمان نقي مرددين مع المسيح وبالمسيح وفي المسيح أحيا إلى الأبد. Yeah.
فعلت لتساق كشاة للذبح؟ من هو هذا الإنسان حتى تذكره؟ لقد أقمت بينهم وأعدت موتاهم للحياة وأشبعت جياعهم وشفيت مرضاهم وحولت نوحهم إلى فرح. انظر بني ماذا فعلوا بك، كفك في دموعك يا أمي ولا تندبيني بنحيب كمن فقد رجاءه، لأني رضيت الموت طوعا لأنقذ آدم وحواء، لتكن مشيئتك يا رب. ولكن بآلام صلبك يا بني اجتاز سيف الحزن بداخلي ومزق أحشائي وانفطر قلبي ألماً لمعاينتك معلقاً على الصليب تقاسي آلاماً لا تتحمل العين رؤياها. ثقي أمّا، إني قد غلبت العالم ولم تعد له سلطة علي. أؤمن يا رب وقم بني كما قلت، قم بني وانعش فؤادي بحضورك. مبارك أنت يا ربي علمني حقوقك، جمع الملائكة إلى متحيرا عند مشاهدتي إياك محسوبا بين الأموات أيها المخلص وداحضا قوة الموت ومنهضا آدم معك ومعتقا إياك من الجحيم كافة. تفوه نحو حاملة الطيب قائلا، لما تمزجن الطيوب بالدموع بتراث يا تلميذات؟ انظرنا اللحد وافرحنا لأن المخلص قد قام من القبر نهيضا. مبارك أنت يا ربي علمني حقوقك. إن حاملة الطيب سحرا جدا سارنا إلى قبرك نائحات، إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن زمان النوح قد كف وبطل فلا تبكين، بل بشرنا الرسل بالقيامة. مبارك أنت يا ربي علمني حقوقا. بجوهر واحد صارخنا مع السيروفيم قدوس 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 أنت يا رب. هل أنا وكل وان وإلى دار الدائر نميم. أيتها العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت آدم من الخطيئة وما
منحت حواء الفرح عوض الحوض، لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهورا منها. هاليلويا هاليلويا هاليلويا، المجد لك يا الله. هاليلويا هاليلويا هاليلويا، المجد لك يا الله. هاليلويا هاليلويا هاليلويا، نحمل طيوب فضائلنا ونرافق حاملات الطيب إلى الموضع الذي وضع فيه واهب الحياة. هلما بنا لنعاين مظهر النور ونضيء قلوبنا بنوره. هلما بنا لنعبر من عتمة ماضينا إلى فجر حاضرنا، فيحيا بنا إنساننا الجديد. ولا نتساءل من يدحرج لنا الحجر، لأنه حين نعبر مع المسيح من الأنا إلى الآخر ومن المجد الباطل إلى المجد الباقي، يتدحرج الحجر عن باب قلبنا وتتسع مساحته، لأن ينابيع القيامة قد انفجرت في داخلنا، فنهتف بإيمان: المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Never.
صنع الرب عزا بساعديه، فابتهجت السماويات مع الأرضيات، وارتكضت الأرضيات مع السماويات. افرحوا وتهللوا يا من اعتمدتم بالمسيح، والمسيح قد لبستم، لأنه قام وقامت معه البشرية وكسرت أمخال الجحيم. اليوم يوم القيامة، يوم مصالحة الله مع الجنس البشري، ويوم مصالحتنا مع أخينا الإنسان. اليوم انفجر فجر حياة جديدة لأولاد الذين نجوا من الغرق. لقد قام يسوع من القبر كما سبق وقال، ونحن شهود على ذلك بإيماننا. ليقم الله ويتبدل جميع أعدائي، ويهرب مبغضو من أمام وجهي. لنفصحنا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم فصحا شريفا، فصحا جديدا مقدسا، فصحا سريا، فصحا جليلا وقار، فصحا بريئا من العيب، فصحا عظيما، لنا أبواب الفردوس، فصحا مقدسا جميعا مؤمنين. لا يباد الدخان يبادون، وكما يبوب الشمع من أمام وجه النار. هلم من المنظر البشيرات، وخطيبنا صيون قائلات، اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح. يا أورشليم اطربي بحضور
من بين الأموات ووطئ